بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي الحلوين، طلاب الصف السادس، ان شاء الله تكونون بخير وصحه وسلامه. اليوم راح نبدي بالفصل السادس اللي هي راح يكون الاشكال الهندسيه. اول شكل هندسي راح ناخذه هو الدائره. الدائره بتعاريف قطر الدائره، نصف قطر الدائره، الوتر. الدائره هو شكل هندسي عباره عن منحني لا ليس له اضلاع. سابقا كنا ما ننطي تعاريف دائره، بنقولهم لا تحفظوها، بس بالسنوات الاخيره وزاره التربيه قررت انه تدخل التعاريف من ضمن اسئله الامتحان الوزاري لنهايه السنه. فاطلب منكم رجاء انه اولا واجب تكتبوها بالدفتر وتحفظوها، لان كلش مهمه، تجيب اسئله اما على شكل فراغات او تجي على شكل اسئله. اول تعريف هو قطر الدائره. ما معنى قطر الدائره؟ قطر الدائرة هو قطعة مستقيم تصل بين أي نقطتين على الدائرة وتمر بمركز الدائرة ويرمز له بالرمز قاف. شوفوا لي هاي الدائرة، هاي الدائرة، وهذا نقصد به القطر. هاي قطعة المستقيم اللي هي باللون الأحمر، هاي قطعة المستقيم، هاي نقطة على الدائرة، وهاي النقطة الثانية، وهاي النقطة بالوسط هي مركز الدائرة. إذا أي قطعة مستقيم تصل بين نقطتين على محيط الدائرة وتمر بمركزها نسميها قطر الدائرة، وتكون المسافة من المركز إلى هاي النقطة ومن المركز إلى النقطة الثانية متساوية بنفس القياس، هذا نسميه القطر. طبعا القطر مو بس يكون هيجي، ممكن يكون بهذا الشكل، لاحظوا وياي، ممكن يكون بهذا الشكل أو ممكن يكون بهذا الشكل، أي قطعة مستقيم تكون تمر بمركز الدائرة في الوسط. أي قطعة مستقيم تمر بمركز الدائرة في الوسط نسميها قطر. هسه القطر يساوي نصف القطر في 2، هذا قانون مهم لازم تحضريه، راح نحل به الأسئلة اللي جاية. القطر يساوي نصف القطر في 2. ما معنى نصف القطر؟ نصف قطر الدائرة. تعريف ثاني هو طول قطعة المستقيم الواصلة بين مركز الدائرة وأي نقطة أخرى على الدائرة، على منحنى الدائرة. هاي دائرة، لاحظوا ياي هنا، وهذا المركز اللي بالوسط. أي قطعة مستقيم تصل بين أي نقطة على منحنى الدائرة إلى مركزها للوسط فقط، هذا نسميه نصف القطر. نصف هذا القطر احنا حكيناه، نصفه، نصفه بالضبط، نصف المسافة. وممكن يكون هذا نصف قطر، أو ممكن يكون هذا نصف قطر، أو ممكن يكون هذا نصف قطر. إذا تلاحظون شوفوا القطر، القطر متكون من نصفين. القطر الواحد متكون من نصفين، اثنين. خل أرسم لكم دائرة حتى أوضح لكم الصورة بشكل أوضح. هاي دائرة، وهاي مركزها في الوسط، مين؟ المركز. القطر، هذا نص، وهذا نص. هذا نون قاف، وهذا نون قاف يعني نصف القطر. إذا القطر عبارة عن نصفي قطر. القطر مال الدائرة يساوي نصف قطر في 2، نصفي قطر، نصفي قطر بالضبط. هسه نيجي على نصف القطر، نرمز له بالرمز نون قاف. نون قاف، ماذا يساوي نصف القطر؟ نصف القطر يساوي القطر تقسيم 2. القطر تقسيم 2، يعني هذا القطر إذا قسمناه على 2 راح نجد نصف القطر. طبعا هذا همينه حفظ، هذا قانون مهم، هاي قانونين بالدائره. اعيدهم، القطر يساوي نصف القطر في 2، ونصف القطر يساوي القطر تقسيم 2. يعني اني اذا اريد اطلع نصف القطر، هو منطيني قطر دائره كامل، اقسمه على 2 راح يطلع لي نصف القطر. ليش؟ لانه قلنا هاي المسافه من هنا لهنا تساوي هاي المسافه بالضبط. هاي المسافه من المركز إلى أي نقطة على محيط الدائرة تساوي نفس المسافة من المركز إلى أي نقطة على محيط الدائرة. فإذا أنا القطر عبارة عن نصف القطر، العفو، عبارة عن القطر تقسيم 2. عندي تعريف مهم جدا أيضا اللي هو الوتر. الوتر أحد تعاريف الدائرة. الوتر هو قطعة المستقيم التي تصل بين نقطتين على الدائرة دون أن تمر بالدائرة، دون أن تمر بالمركز. هاي دائرة، هذا أقصد به الوتر.
تشوفون هي قطعة مستقيم وداخل الدائرة، بس ما مر بمركز الدائرة، ما مرت بمركز الدائرة فأسميها وتر. أعيد، هو قطعة مستقيم، هي عنها مستقيم بين أي نقطتين موجودة على الدائرة بس دون أن تمر بالمركز. طبعا مو بس هذا الوتر، أقدر أرسم هذا وتر، أقدر أرسم هذا وتر، أقدر أرسم هيك وتر، المهم ما أخليها تمر بمركز الدائرة. إذا أي قطعة مستقيم تمر بين أي نقطتين على منحنى الدائرة دون أن تمر بالمركز نسميها الوتر، وتر الدائرة. هسه راح نبدأ وياكم نحل نشاط واحد صفحة 110. نشاط واحد صفحة 110 كتدريب على أسئلة وأمثلة الدائرة، موضوع الدائرة. بالنشاط منطيني نصف قطر دائرة يساوي 5 سنتيمتر. نصف قطر دائرة يساوي 5 سنتيمتر، جد القطر، القطر وحاط لي فراغ سنتيمتر يعني قد قطرها. القانون يقول عندي القطر يساوي نصف القطر في 2، وأنا كتبت عليكم قلت لكم وحفظوه لأن مهم راح نحل كله عليه. القطر يساوي نصف القطر في 2، إذا أنا أجي أحط اليساوي جوا اليساوي، إيش قد منطيني نصف القطر؟ 5، راح أحط 5 جوا كلمة نصف القطر في 2 وأضرب 10 سنتيمتر وأكتب هنا 10. هذا القطر، يعني إذا دائرة نصف قطرها 5 فراح يكون القطر مالتها هو 10. المثال الثاني، نصف قطر دائرة 7.5 سنتيمتر، إيش قد قطرها؟ راح أكتب القانون مرة ثانية، القطر يساوي نصف القطر في 2، نصف القطر 7.5 في 2. طبعا راح أضرب 7.5 بدون فارزة مثل ما تعلمنا ضرب الكسور العشرية، 2 في 5 10، 2 في 7 14 1 15 150. راح أحسب فارزة واحد وأحط الفارزة هنا، إذا راح يكون 15 سنتيمتر. أمسح لكم هذا الضرب، أجي الخط. المثال الثالث بالعكس، طالب من عندي نصف قطر. المثال الثالث والرابع هو اللي رايد من عندي نصف القطر ومنطيني قطر 16 سنتيمتر، دائرة قطرها 16، إيش قد نصف قطرها؟ قانون نصف القطر يساوي القطر تقسيم 2، بالعكس عكس هذا القانون، نصف القطر يساوي القطر تقسيم 2، إيش قد القطر؟ 16، راح أكتب هنا 16 وقسم على 2، 16 تقسيم 2 8 سنتيمتر، أكتب هنا بالفراغ بالمربع 8. إذن إذا كانت دائرة قطرها 16 راح يكون نصف قطرها 8، راح نقسمه بالنص بالضبط. نصف قطر دائرة المطلوب هو إذا كان قطرها 11 سنتيمتر، إذا كان عندي دائرة قطرها 11 سنتيمتر إيش قد راح يكون نصف قطرها؟ راح أكتب القانون مرة ثانية، نصف القطر شي يساوي حبايبي؟ القطر تقسيم 2 يساوي 11 تقسيم 2، راح أقسمه هنا قسمة طويلة ينكم حتى تعرفوا على صفحة، 11 تقسيم 2، 11 كم 2 بها 5 10، حط فارزة حتى نحط 0 5 0 0، إذا راح يكون الجواب هو 5.5، 5 فارزة 5 5.5. إذا إذا كانت قطر دائرة 11 سنتيمتر نصف قطرها راح يكون 5.5. تابعوا علي حبايبي، راح نجي على قانون ثالث بالدائرة. خل أذكركم بالقانون الأول اللي هو قانون القطر، قطر الدائرة يساوي نصف القطر في 2. القانون الثاني، نصف القطر يساوي القطر تقسيم 2. القانون الثالث هو أهم قانون بالدائرة اللي هو محيط الدائرة، اللي إحنا راح نحل التمارين كلها عليه. جد محيط الدائرة، محيط الدائرة يساوي القطر في باي، تلح علي، محيط الدائرة يساوي القطر اللي هو قطر الدائرة في باي. ماذا تعني باي؟ أو ما هو مجموع باي؟ باي راح تكون بنسبتين، أما راح نستخدم 3 فارزة 14، 3 عدد صحيح فارزة 14%، أو 22/7، أو 22/7. هسه راح أقول لكم شو وقت تستعملون هذا الرقم وشو وقت تستعملون هذا الرقم، شو وقت تكون عندنا باي
3.14%، وش وقت تكون عندنا باي 22/7. شوفوا المثال الأول وإحنا راح نعرف دائرة قطرها 21 سنتيمتر جد محيطها. دائرة قطرها 21 سنتيمتر جد محيطها. أول شيء راح أكتب محيط الدائرة، أكتب القانون حتى أطبق عليه. محيط الدائرة قلنا يساوي القطر في باي، يساوي جوال يساوي القطر راح أنزله 21 في، يا هو راح أستخدم هذا أو هذا. راح أستخدم الـ 22 على 7 من يكون عندي القطر هو أحد مضاعفات السبعة، أحد مضاعفات السبعة. إذا كان عندي القطر من أحد مضاعفات السبعة أستخدم الـ 22 على 7. ليش؟ ليه؟ راح يكون عندي اختصار، راح يكون عندي اختصار بين السبعة والـ 21. على 7 بها 1، على 7 بها 3. هسه راح أضرب 3 في 22 راح يكون 66 سنتيمتر. مثال رقم 3، عندي صحن دائري طول نصف قطره 11 سنتيمتر. صحن دائري طول نصف قطره 11 سنتيمتر جد محيط الصحن. خلي انتبه أنا أول مرة قبل ما أكتب المحيط، المحيط قلنا القطر في واي. أنا هنا عندي نصف قطر، لازم أنا انتبه على السؤال، على معطيات السؤال. هو منطيني نصف القطر بس بالقانون شي يريد من عندي القطر. محيط الدائرة، الدائرة شي يساوي القطر في باي. أنا هنا ما عندي قطر، عندي نصف قطر، راح أطلع القطر. شلون؟ قلنا القطر يساوي نصف القطر في 2. نصف القطر 11 في 2 راح أضربه، راح يكون عندي 22 سنتيمتر. أنا هسه شنو طلعت؟ قاف يعني هو القطر. اذا شنو صار عندي؟ القطر 22 في، ايش راح استعمل؟ راح استعمل 22 على 7. ال 22 مو من مضاعفات السبعة فما اقدر اختصرها للسبعة، 22 ما موجوده بمضاعفات السبعة فما اقدر اختصرها. اذا انا راح استعمل الرقم 3.14. عرفتوا هسه؟ من عندي الرقم القطر من مضاعفات السبعة استعملت 22 على 7. من عندي القطر مو من مضاعفات السبعة استعملت 3 في 14 عدد صحيح. راح أضرب بدون فارزة، العفو راح أضرب بدون فارزة العدد 4 في 2 8، 2 في 1 2، 2 في 3 6 زائد 0، 2 في 4 8، 2 في 1 2، 2 في 3 6 وأجمع 8، 2 زائد 8 10، 7 زائد 2 9 6. إذا الجواب راح يكون بهذا الشكل. راح أحسب 1 2 1 2، فارزة راح تكون هنا، وهذا إحنا طلعنا محيط الدائرة. هسه عندنا السؤال الثالث، انتبه وياي، لدينا 3 دوائر، جد محيط كل منها إذا كان منطيني قطر الدائرة الأولى 4، نصف قطر الدائرة الثانية 5، نصف قطر الدائرة الثالثة 1. هاي أنا رسمت الدوائر وراسمها بالكتاب، أنتم راح تحلون بالدفتر طبعا، راح ترسمون الدوائر ويا كل فرع حتى تعرفون. هسه نجي على قطر الدائرة الأولى. إذا المحيط المطلوب هو المحيط، محيط الدائرة، القانون هو اللي راح يحل السؤال. طبعا انا راسا راح اكتب لي ان المحيط هو بالقطر، هنا منطيني القطر، القطر في باي، القطر 4 راح اكتب 4 جوا كلمه قطر اعوض القانون في الأربعة مو من مضاعفات السبعة. اذا انا راح اختار 3 فارزة 14 واضرب هنا 3 و14 في 4، 4 في 4 16، 4 في 1 4 1 5، 4 في 3 12. إذا راح يكون الجواب 1256 1 2، فأحسب منها 1 2 وحط الفارزة متر، أنا كاتب لي متر فأنا أحط نفس الوحدة لأنه بالوزاري راح يحاسبني على الوحدات. أجي على الفرع الثاني من السؤال الثالث، نصف قطر دائرة الثانية 5 سنتيمتر، نصف قطر 5. أنا هنا لازم قبل ما أجي أطلع محيط الدائرة أنا لازم أعرف أنه أنا عندي نصف قطر،
والمحيط يحتاج قطر. فأنا راح أبدي أول مرة أطلع القطر يساوي نصف القطر في 2، نصف القطر 5 أضربه في 2 ويساوي 10 سنتيمتر. هنا سنتيمتر. ما طول طلعت آني القطر، هسه راح أكتب المحيط، أكتب القانون الثاني، يساوي محيط الدائرة يساوي القطر في بار. راح أستخدم العشرة في 3 فارزة 14، لأن العشرة مو من مضاعفات السبعة، فما أستعمل 22/7. طبعا أنزل الصفر، ما يحتاج أضرب ضرب عمودي، الواحد نفسه راح ينزل العدد. أحسب 1 2 1 2، راح تكون فارزة هنا، مش عندي سنتيمتر، راح أكتب هنا سنتيمتر الوحدة. هذا حل الفرع الثاني. الثالث نفس الشيء، نصف قطر دائرة الثالثة 1 متر، هم عندي نصف قطر، والقانون مال المحيط الدائرة يقول قطر، فأني لازم أول مرة أطلع شو أطلع؟ أطلع القطر، قطر الدائرة اللي هو نصف القطر في 2. نصف قطر هذا يقول لي 1 متر، فإذا راح أضرب 1 في 2 ويساوي 2 متر. هسه أجي أطلع المحيط، محيط الدائرة يساوي القطر في باي. القطر هي أنا استخرجت 2 في، راح أكتب 3 فارزة 14، لأن 2 مو من مضاعفات السبعة، فأختار هذا العدد. هسه راح أضرب 2 في 4 8، 2 في 1 2، 2 في 3 6، 1 2 1 2 مرتبتين، وأحسب راح يكون عندي هنا متر. نجي على السؤال الرابع، يقول لي عجلة قطرها 35 سنتيمتر، ما المسافة التي تقطعها العجلة إذا دارت دورة كاملة، دورة واحدة، وما المسافة التي تقطعها إذا دارت 3 دورات؟ أنا أول مرة خلي أجي أطلع محيط العجلة، المحيط أطلع إذا دارت دورة واحدة، بعدين أطلع إذا دارت 3 دورات. عجلة قطرها 35 هو منطق القطر، فراح اكتب اول شيء القانون، المحيط او محيط الدائره شو يساوي؟ قلنا القطر في بار اللي هي النسبه الثابته، سموها النسبه الثابته، يساوي القطر. اجي ادوره بالسؤال وينه، يعني 35 القطر 35، اجي اعوض بالسؤال وكان كلمه قطر احط الرقم 35. هسه اشوف ال 35 هل هي من مضاعفات السبعه؟ اي نعم من مضاعفات السبعه، فراح اكتب 22/7، اختار هذا النسبه. هسه اجي اختصر على 7 بها 1، على 7 بها 5، راح اضرب ال 5 22 في 5، 10، 5 في 2 10 11، راح تصير 110 سنتيمتر. هاي شنو؟ اذا دارت دورة واحدة فقط، يعني العجلة دا تفتر على المحيط مالتها، فأنا طلعت المحيط بالفرة الوحدة، دائرة الوحدة تدور 110 سنتيمتر. هسه هو دا يطلب من عندي ما المسافة التي تقطعها العجلة إذا دارت 3 دورات. الدورة الوحدة 110، راح أضربها في 3، إذا افترت 3 مرات راح أصير عندي 330 سنتيمتر، 330 إذا دارت 3 مرات. ضربت العدد نفسه اللي طلعته أنا محيط الدائرة، محيط العجلة 110، وضربته في 3، فراح يطلع عندي هذا العدد 330 سنتيمتر. التمرين رقم 5، استعمل مصطفى، ولد مثلكم حلو مصطفى، استعمل حبل لتكوين زرافة. هاي الزرافة مكونة من نصفي دائرتين، هاي نص دائرة هاي نص دائرة. طول قطر الدائرة الأولى 49 سنتيمتر، وقطر الدائرة الثانية 28 سنتيمتر، ما طول الحبل، يعني هو كان عنده حبل سوى على شكل نصف دائرة أول مرة قطرها 49، ونصف دائرة قطرها 28، يريد طول الحبل اللي استعمله بهاي الزخرفة. رح أجي أني أول شيء شسوي، أطلع محيط الدائرة الأولى، أنا راح أطلع محيط الدائرتين طبعا حتى أعرف شقد طول الحبل. محيط الدائرة الأولى يقول عندي القطر في باي، وأنا بالاثنين منطقي قطر، هنا منطقي قطر، انتبهوا عليه، قطر الدائرة الأولى 49، قطر الدائرة الثانية 28، يعني ما منطقي نص القطر. إذا رأسا راح أستخدم القانون،
قطع الدائرة الأولى 49 راح أجي أكتب هنا 49 جوا كلمة قطع. باي راح تكون 22 على 7. ليش؟ لأن 49 من مضاعفات 7. راح أختصر على 7 بها 1، على 7 بها 7. هسه راح أضرب 22 في 7. 7 في 2 14. 7 في 2 14 1 15. هاي 154. ما خلص سؤالي بعد. أنا هاي طلعت شنو محيط الدائرة الأولى، دائرة كاملة. بس هو هنا شنو عنده؟ هو عنده نصف دائرة، نصف دائرة. دا تلاحظ هو الزخرفة مالته نص دائرة، بس أنا طلعت دائرة. إذا إيش راح أسوي؟ راح أقسمها على 2 حتى أنا همين أطلع نص دائرة، لأن زخرفته كانت على شكل نص دائرة. أنا هنا طلعت محيط الدائرة الأولى، أقسم اللي الناتج اللي طلعته على 2 حتى تطلع لي نص دائرة، لأن هو الشكل نص دائرة. راح أقسم 154 تقسيم 2. 15 تقسيم 2 بها العفو بها 7. 7 في 2 14 تقسيم 2 هم هي 7. إذا راح يطلع لي 77 سنتيمتر. هذا شنو طلع لي؟ هذا نصف الدائرة الأولى، نصف الدائرة الأولى. هسه أجي أطلع محيط الدائرة الثانية، محيط الدائرة الثانية. انتبه علي، القانون يقول القطر في باي يساوي جوا اليساوي. قد قطر الدائرة الثانية؟ قد بالسؤال 28. أجي أكتب جوا كلمة قطر 28 في هم راح أضربه في 22 على 7، لأن 28 يا ولدي من مضاعفات 7. راح أختصر على 7 بها 1، على 7 بها 4. 4 في 2 8. 4 في 2 8 هاي سنتيمتر، أو لا نكتب سنتيمتر حتى، لأن همين راح نقسمها على 2، لأن حتى الزغرفة الثانية دي يقول لي هي نصف الدائرة الثانية. زغرفته هي نصف دائرة أولى ونصف دائرة ثانية. يعني إيش طلعت؟ أنا طلعت دائرة كاملة، فأجي أقسمها على 2 حتى يطلع عندي طبعاً 88 تقسيم 2 هي 44 سنتيمتر. هاي نصف الدائرة الثانية. أعيد مرة ثانية، ليش أنا قسمت على 2؟ لأن الشكل مال الزغرفة يقول نصف دائرة أولى ونصف دائرة ثانية. أنا من كتابة القانون طلعت محيط الدائرة الأولى، الدائرة كاملة طلعت. 154 كانت الدائرة كلها، فقسمتها على 2 حتى أطلع نص دائرة. والثانية همينة 88 أنا طلعت الدائرة الثانية كلها، قسمتها على 2 حتى تطلع لي نص دائرة. الشكل عبارة عن نص دائرة أولى ونص دائرة ثانية. هذا طول الحبل. إذا أنا عندي طول الحبل هو عبارة عن 77 زائد 44، نص الدائرة الأولى وهي نص الدائرة الثانية. 7 زائد 4 11، 1 زائد 7 8، 8 زائد 4 12 سنتيمتر. السؤال السادس والأخير من تمارين 6-1 صفحة 114. بحيرة دائرية، بحيرة دائرية الشكل نصف قطرها 21 متر. هي يعني بحيرة دائرية نصف قطرها، نصف القطر 21 متر، أحيطت بسياج بكلفة 99 ألف دينار. ما كلفة المتر الواحد من السياج؟ السياج كله كلفني 99 ألف. أريد أعرف المتر الواحد. أنا أول مرة لازم أعرف شقد محيط الدائرة، شقد محيط الدائرة حتى أعرف أطلع المتر الواحد. أنا هنا عندي قبل ما أكتب المحيط عندي نصف قطر، لازم أنتبه. قانون المحيط يقول القطر في باي. أنا عندي نصف قطر، إذن أنا راح أطلع أول شيء القطر قبل المحيط. القطر يساوي نصف القطر في 2. شقد عندي نصف القطر؟ 21 في 2. ليش أنا طلعت القطر؟ أعيد، ليش أنا طلعت القطر؟ لأن قانون المحيط، محيط الدائرة أو محيط البحيرة اللي هي على شكل دائرة، شو يساوي؟ القطر في باي. القطر أنا هنا عندي نصف قطر، فطلعت القطر ضربت نصف القطر في 2 راح يطلع عندي 42 متر. هسه راح أجي محيط البحيرة يساوي القطر في باي، يساوي 42 في، راح اختار 22 على 7، لانه ال 42
من مضاعفات السبعة. قلنا شو وقت نختار هاي النسبة الباي؟ من يكون القطر من مضاعفات السبعة. راح اختصر على سبعة بها واحد، على سبعة بها ستة. هسه راح اضرب ستة في اثنين 12 باليد واحد، ستة في اثنين 12 واحد 13 متر. هاي محيط البحيرة، هاي محيط البحيرة 132 متر محيط البحيرة. هسه دا يقول لي ال 132 كلفت 99 ألف دينار، أريد أعرف المتر الواحد بيش. متر الواحد أني من عندي كلمة واحد وأريد أعرف شي واحد، راح أقسم قسمة طويلة اللي هي 99 ألف على 132 على محيط الدائرة حتى أعرف المتر الواحد. دائما أنا قلت لكم شلون تعرفون هذا السؤال قسمه؟ من يريد ورا كلمة مام أو بالمطلوب كلمة واحد، كلمة واحد إحنا نعرف البحيرة كلها محيط كلف سياجها 999 ألف، نريد نعرف متر واحد، نريد نعرف شيء واحد، فنقسم كلفة السياج على السياج كله، على السياج كله. هسه أجي 9 تقسيم 132 ما تكفي، 99 ما تكفي، 990 راح أجرب السبعة. 7 في 2 14 جوا الصفر لأن أنا اختارت 990، 4 باليد 1، 7 في 3 21 و 1 22، 7 في 1 7 و 2 9. إذا 924 أقل من 990، إذا أنا هسه أقدر أطرح الداين هاي 8 ها 10 10 لأن 0 ناقص 4 ما يصير، هسه 10 ناقص 4 صارت عندي 6، 8 طرح 2 6، 9 طرح 9 0، ايش راح انزل هسه؟ الصفر لان 66 تقسيم 132 ما تكفي، انزل صفر. على 5، 5 في 2 10، صفر باليد 1، 5 في 3 15 و 1 16، 5 في 1 5 و 1 6، صفرت عندي القسمة، بقى صفر أخير راح أصعده فوق، إذا الآن عندي 750 متر كلفة المتر الواحد من سياج البحيرة.